يقوم مشروع مكارم في الخلق نماذج قيادية كرواد وقدوة على مستوى المناطق التعليمية، كنماذج تغذي مجموعات العمل وتنمي مهارات وقدراتها واستعداداتها الشخصية القيادية أكيد المتميزة، التي تتميز بقدرتها على الحوار وقدرتها على التعبير والنقاش وقدرتها على الإقناع وقدرتها على معرفة ذاتها واحترام ذوات الآخرين أكيد. والحديث أكثر عن هالموضوع نرحب معنا بأنوار العازمي. صباحك الله بالخير أنوار. صباحك الله بالنور. أنوار، إحنا قاعد نتكلم عن يعني بادرة ومشروع مكارم في الأخلاق، فلو نتكلم متى تأسس هالمشروع؟ طبعا مشروع مكارم تأسس منذ بداية انطلاق استراتيجية الهيئة العامة للشباب. كان مبني على أساس عدة مشاريع والقيام والوقوف على مبادئ الاستراتيجية. طرحنا أكثر من مشروع، كان واحد منها مشروع مكارم واللي اعتمد على فلسفة تعتمد على أحرف برنامج مكارم أو كلمة مكارم. فاعتمدنا حرف الميم لمنتديات، كاف كفاءات شخصية، ألف أولياء أمور، راء رواد الطلائع، ميم موهبتي. جميل. لو نتكلم يعني أكثر عن أهداف مشروع مكارم، يعني تركزون على يعني أكيد عندكم أهداف كثيرة، لكن الهدف الأساسي من مشروع مكارم شنو؟ نعم طبعا نسعى من خلال هذا المشروع إلى هدف رئيسي وأساسي. إحنا ما نفتقد الحمد لله في المجتمع، ولكن نبي نعززه زيادة، ألا وهو تعزيز الجانب القيمة والأخلاقي لدى الطلبة والطالبات. نعم. على مستوى الكويت. هل تشوفين فعلا أنتم محتاجين تركزون على هالموضوع الحين مع هالجيل؟ يفتقر فعلا هذا الجيل لمثل هذه الأمور؟ أنا ما أقول لك يفتقر، الديرة للحين بخير الحمد لله، ولكن نحتاج أن نعزز هالسلوكيات فيهم. بالنهاية أكيد تبتطلعون في هدف، وأكيد تبتطلعون باستفادة، خصوصا أنتم قاعد يعني تستهدفون شريحة ما نقدر نستهين فيها. شنو الاستفادة اللي ممكن فعلا هالمشروع يأثر في الشباب بهالناحية؟ طبعا احنا في مشروع مكارم نسعى الى تطوير وتنمية مواهب الطلبة والطالبات، مو بس مواهب، مهاراتهم، نخليهم يطلعون في المستقبل كقادة، او حتى في الحين بالوقت الحالي هذا يكونون كقادة بينه وبين اقرانهم الاعمار نفسها هذه. فهذا يعزز داخلهم جانب القيادة، مو بس القيادة احنا نتكلم عنها، عندنا ايضا الحوار، عندنا المشاركة. انت لما تتكلمين مع الطفل نفسه تحسسينه بالثقة في نفسه، فاحنا كان جدا مهم عندنا هذا الشيء، خاصة ان احنا بالكويت يعني وايد ماشيين عيالنا عدل. عليك ما نطلع ما نعطيها المساحه في ابداء الراي. قاعد تكلمين عن طفل، ذكرتي انوار طفل، تقصدين الفئه المستهدفه منه اطفال من اي سن ولي وين؟ احنا في برنامج مكارم نستهدف الفئه العمريه اللي هي ما بين 6 سنوات الى 12 سنه اللي هي الطفوله والطفوله المبكره. نعم هي هذه يعني اللي موجهه لها المشروع بالذات. نعم. اكيد تواجهكم بعض المعضلات والعقبات في هذا المشروع. الحمد لله، شوفي يعني احنا الحين من بدينا المشروع لليوم تقريبا ما حاشتنا صعوبات، ولكن اشياء بسيطه ممكن الواحد يعديها. بالعكس وزاره التربيه ومحافظه الجهره مو مقصرين، يعني فاتحين لنا كل بيبانهم، معطينا كل الصلاحيات وقاعدين يوفرون لنا كل شيء. وهم يعني اقدر اقول لك انه ما نقدر للحين نحصر الصعوبات او العقبات والمعضلات كذي الا بعد ما ينتهي رسمي من المشروع. ايش كثر مده المشروع؟ احنا حاليا في مرحله تجريبيه. بدينا في مشروعين اللي هو موهبتي، انتهى بارت منه وباجي البارت الثاني اللي هو راح يكون في معرض، راح يكون في 360 مجمع 360 للمواهب، بالإضافة إلى رواد الطلائع. هذا الحين احنا قاعدين نشتغل فيه. شنو هو رواد الطلائع؟ يعني عن شنو يتكلم رواد الطلائع؟ هو تقدرين تقولين معسكر، معسكر حق الطالبات والطلبة، يتم فيه تقييمهم، منو اللي يعني الهدف منه. شنو اقول لك، الهدف منه ان ننمي الحس الوطني عندهم. جميل. فمن خلال هذا المعسكر تبين يبينون الطلبه والطالبات
منو اللي عنده حس القيادة؟ منو اللي عنده الحس الوطني أكثر؟ منو اللي أهله قاعدين ينمون في داخله هذا الشيء؟ وتعززون أكيد حق اللي يمكن يفتقر أو يمكن محتاج بعض التعزيز. أكيد، وطبعاً المعسكر هم عندنا، ما أقول لك بس ألعاب، لا، إحنا عندنا ألعاب تثقيفية، ألعاب ترفيهية، عندنا ألعاب فكرية. هذه أنشطتكم اللي أنتم راح يعني تكون موجودة في طوال فترة هالمشروع، يعني أكيد أنتم يعني المشروع يعني كله أنشطة وفعاليات. هذه من ضمن الفعاليات والأنشطة اللي راح تكون عندنا خلالها. من ضمن الأنشطة عندنا ألعاب رياضية حركية، عندنا حلقات نقاشية، عندنا أيضا مسرح هادف، عندنا ورش عمل، عندنا العديد من الأنشطة، ما يقتصر على جانب معين. نعم، لو نتكلم يعني بالتحديد أو بشكل خاص عن النشاط الذهني، أكيد النشاط الذهني له أهمية كبيرة، بحيث أنه أنتم راح تستشفون وتعكس ولا بعض النتائج اللي أكيد راح تستشفونها بهالموضوع. شلون قدرتوا تكثفون العمل في ناحية النشاط الذهني؟ معظم الألعاب لها جانب من التفكير اللي إحنا حاطينها، منها جانب استدلالي، تفكير استدلالي، تفكير تحليلي، تفكير إيجابي، تفكير إبداعي. فإحنا ركزنا وايد على هذه الأنواع من الألعاب. بالإضافة إلى عندنا لعبة معينة اللي هي خاصة بعملية الربط. ربط شنو؟ الربط يعني مثلا الحين الطالب قاعد يلعب قدامك، هو قاعد يلعب بس باله مشغول وقاعد يفكر باللعبة اللي وراها. فأنت قاعد تعطينا مساحة بحيث أنه يقدر يشرك شيئين في شيء واحد، مو بس يكون فيز وان فيز، اي مركز على شيء، قاعد يركز باشياء ثانيه، فيقدر بهالطريقه انه مو يتشتت ولكن يوزع التفكير بطريقه افضل من خلال هذه اللعبه. نعم، جميل. اكيد بالنهايه هذا يعني نوعيه من المشاريع اي اكيد تحتاج دعم، ومحتاجه اكيد جهات تكون راعيه لكم وتساعدكم في هذا. نعم. المجهود من الجهه اللي راعيه لكم واللي قاعد يساعدونكم حاليا ويانا؟ الجهات المشاركه رعاة طبعا الهيئه العامه للشباب هي اساس المشروع، بالاضافه الى وزاره التربيه والتعليم ومحافظه الجهره. لما نتكلم اكيد عن يعني بالنهايه قاعد تستهدفون شريحه محتاجه اكيد بعض يعني اذا ما نتكلم عن معلمين لكن اهل اختصاص. الناس اللي مشاركه معاكم مؤهلاتهم، هل هم قادرين انهم يتعاملون مع هالفئه؟ نعم. اخترتوهم بعناية؟ أكيد هذا اختيار بعناية، هذا يعني ما أقدر أقول لك شلون اخترناهم، ولكن جميع القائمين على هذا المشروع هم أساتذة ومختصين عندهم الخبرة الكافية في هذا المجال. نعم. التربوي طبعا. من هم القائمين لو نتكلم أنوار بشكل يعني القائمين عن هذا المشروع؟ مثلا عندك في داخل الهيئة؟ أي كلنا معلمات سابقات. كلكم اللي موجودين معلمات سابقات؟ اللي ماسكين المشروع معلمين ومعلمات سابقات. نعم، عندنا خبرة يعني مو سنة أو سنتين، احنا نتكلم عن سنوات. سنة. هل حرصتوا ان الاشخاص اللي موجودين مؤهلاتهم تكون متنوعة بحيث ان ما تكون يعني المعلمات اكيد يعني دوركم مهم ولان يكون عندكم خبرة في التعامل أكيد مع الاطفال، الاشخاص والافراد الاخرى المشاركة معاكم بالمشروع؟ نعم. تخصصات ومؤهلاتهم؟ يعني عندنا اشخاص حاليا ايضا في المجال التربوي، ولكن عندهم يعني أنشطة أخرى اللي هم إقامة المعسكرات خارج دولة الكويت وداخلها. عندنا أشخاص يعني متميزين في اختبارات القياس، يعني تقدرين تقولين شيء يخدم شيء، ما قاعدين نركز على جهة واحدة، لا، قاعدين نختار الأفضل منهم. جميل. أنوار، يعني بالنهاية هذا المشروع مثل ما أنتم حطيتوا بداية ورسمتوا أهداف وطموحات بتوصلونها، أكيد بالنهاية أنتم حابين توصلون إلى بوينت معين او. نعم. هدف معين في النهايه. نطمح ونسعى من خلال هذا البرنامج او مشروع مكارم الى تكوين منظومه العمل والتعامل مع الطفل. نعم. مو بس للغد او للغد وليس لمجرد العد. يعني في مشاريع لها عمر وقتي، يعني شهر شهرين او خلينا نقول سنه سنتين ينتهي. بس احنا المشروع اللي قاعدين نتكلم فيه او قاعدين نشتغل فيه هو مشروع قيمي، هذا المشروع يكمل وياك سنين طويله. مو بس على الجانب الشخصي ولكن على الجانب المجتمعي ككل. طبعا نطمح من خلاله الى ان نكون اطفال، مو اطفال يعني قاده شباب. قاده
يمثلون الكويت في كل مكان، سواء داخل دوانية، سواء داخل بيت، سواء داخل أي فعالية أو خارج الكويت يمثلون الكويت. فليش إحنا ما نزرع داخلهم هالشيء؟ خاصة أن عندنا فئات جدا مظلومة، ما أتكلم عن فئة معينة ولكن يعني فئات جدا مظلومة، فليش إحنا ما نعطيها هذا الجانب ونعزز داخلها هذا الشيء؟ بالعكس راح نشوف يعني إحنا الشباب الكويتي ترى قادر، قادر وعنده يعني مبادر من الدرجة الأولى. نعم. والحمد لله يعني أنا أحسد نفسي إن أنا كويتية ترى. يعني في دول ثانية ما قاعد تحصل اللي عندنا. نعم يعني شعور جميل، لأن يعني نشوف يعني تعتبرين من أحد الأعضاء الموجودين في هذا المشروع، لكن إحنا قاعد نتكلم مثل ما تفضلتي أنوار بين الطفولة والطفولة المبكرة اللي ذكرتيها، الأطفال طريقة اختياركم لهذه الأطفال شلون اخترتوهم إنهم يكونوا من ضمن هذا المشروع؟ طبعا قلت لك عندنا يعني معايير الاختيار تمت عن طريق مختصين في هذا المجال. طبعا اختيارهم يتم على انه مهم انه يكون كويتي، الفئه العمريه ما يعني ما تقل عن 6 سنوات وما تزيد عن 12 سنه. ضروري جدا موافقه ولي الامر لدخول طفله في هذا البرنامج. وعندنا مقاييس يعني عديده، ولكن والأهم من هذا كله طبعا ان احنا بدينا في محافظة الجهرة، فشيء طبيعي ان في البداية يكونون كلهم من محافظة الجهرة الى ان يتوسع المشروع وننتقل الى باقي المحافظات باذن الله. قاعد تزرعون قيم جميلة ومن ضمنها يعني ممكن انتم عداد قادة، خلينا نتكلم. نعم. متى الطفل ممكن انت يعني تأهلينه ويكون فعلا تغرزين فيه بعض مهارات القائد؟ هل هو هذا السن او نعم. بعد لا، الطفل كل ما تعطينا مساحة أكثر وشخصيته، متى تنصغل الطفل؟ من عمر 3 سنوات تقدرين تصغلين شخصية الطفل هذا. نعم. فما بين عمر 6 سنوات إلى 12 سنة هذه الفئة أو هذه الفئة العمرية اللي هي محصورة بال من أولى ابتدائي لخامس. أنت عندك الإمكانية أنك تتواصلين وياهم كفريق مو كبيت، فالدخول عليهم جدا سهل من خلال وزارة التربية. يخليهم من خلال هذا المعسكر اللي راح يكون في يوم الخميس إن شاء الله في مركز الجوالة في الجهرة، راح يلاحظون أولياء الأمور شلون شخصيات أطفالهم تغيرت. عندنا طبعا المعسكر راح يكون يوم الخميس واليمعة والسبت بإذن الله في مركز الجوالة من الساعة 10 الصبح للساعة 7 بالليل، 3 أيام متتالية راح يكون فيها العديد من الأنشطة. حتى أولياء الأمور يقدرون يشتركون ويانا، أولياء الأمور اللي أبنائهم داخل المعسكر يقدرون يشتركون ويانا بمشاهدة أبنائهم داخل المعسكر. يعني يقدرون أولياء الأمور يكونوا موجودين من ضمن الفعاليات والأطفال موجودين. فعلا كان في أولياء أمور يعني هم في مشروع الموهبة موهبتي، كان في أولياء أمور جايين يشاركون أبنائهم يشوفون فعالية أبنائهم شلون قاعدين يرسمون. يعني فهذا شيء ترى جدا جميل أن الأب أو الأم يجون يعززون الثقة داخل يعني لا وقع جميل على نفسية الطفل. أكيد حتى وتعزيز أكيد الثقة أكيد. نعم. نتكلم عن المتابعة أنوار، بالنهاية أنتم قاعد توصلون بالطفل لي 12 سنة وبعد 12 سنة هل في جهة راح تتابع؟ يعني بالنهاية أنتم يعني اشتغلتوا معاه طول هالفترة، في متابعة بعد هذه المرحلة؟ احنا ما راح نوقف عند هذه المرحلة. احنا الحين مثل ما ذكرت لك ان احنا في مرحلة تجريبية، ولكن بعد المرحلة التجريبية بدال ما نشغل برنامجين اللي هو موهبتي ورواد الطلائع، راح نشغل باقي البرامج اللي هو اولياء الامور، عندك منتديات، وايضا والله ما اذكر اللي ذكرتيهم واللي في بداية اللقاء. نعم. اكيد لكل حرف منتديات من وكفاءات شخصية، كفاءات شخصية واولياء الامور، هذول الثلاثة راح ننطلق فيهم بعد المرحلة التجريبية باذن الله. راح يكون مو بس انطلاق 3 برامج، ولكن راح يتوسع البرنامج المشروع انه يغطي جميع محافظات الكويت. جميل. عقبها راح تجي انه ننشر المشروع او ندخل جميع المراحل الدراسية من 6 ابتدائي او من بعد 12 سنة الى المرحلة الجامعية ويانا في هذا المشروع. جميل. واكيد راح تكون في متابعه، يعني ما راح نوقف عند حد معين.
غيرنا راح يمسك اكيد. لكن حلو انه يكون في اكيد ربط لهذا الموضوع، لانه مثل ما ذكرتي استاذه انوار، هو بالنهايه بذره قاعد تزرعونها وقاعد تشوفونها تكبر قدامكم. فشيء جميل ان تتم تكمل هالرعايه لما ان شاء الله هالمجهود هذا كله تشوفونه على ارض الواقع، فعلا تشوفون شخصيات تفتخرون فيها مثل فخرتك يا انوار. يعني جميل جدا ان انت حبيبتي. تقولين ان انت فخوره في كونك كويتيه. كل شكر لك استاذه انوار العازمي، كانت موجوده معنا من مشروع مكارم، مشروع جدا جميل، نتمنى لهم كل التوفيق في هذا المشروع يا ربي. مشاهدينا نطلع فاصل ونرجع.